بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المتابعين حياكم الله. في هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى بنتكلم عن درس من الدروس المهمة للصف الثاني عشر، اللي هو الدوال الرئيسية أو الدوال الأم، وهي الدوال الأم المشهورة عندنا اللي ممكن تستخدمها في المنهج أو المنهج بتاعها. عندي أول حاجة عندي اللي هو الدالة اللي هي طبعا كلنا عارفينها، اللي هي الدالة الثابتة اسمها يسموها constant function. الدالة الثابتة، بص الدالة الثابتة بنكتبها ازاي؟ نكتبها على اي صورة؟ بيقول لك ان ال f of x يساوي اللي هو وليكن c. ال c ده عدد حقيقي، حيث ال c ده بيكون عدد حقيقي، يعني بينتمي لمين؟ يعني ديت سي ديت يا سيد الفاضل بتنتمي لمين؟ بتنتمي لآر، بتنتمي الأعداد الحقيقية اللي هي ايه؟ آر. اوكي، تمثيلها تمثيل بيانيا دائما تمثل بخط مستقيم، خط مستقيم وبيكون افقي، دائما تمثل بخط مستقيم افقي. اوكي، بخط مستقيم افقي. لو جت تبص على سبيل المثال، لو احنا مثلا ناخد مثال على هذه الدالة، لو انا عندي مثلا f of x بيساوي 5. اوكي، ده معناه ده قيمة الواي، يعني كل ما تشيل x هنا يطلع لك قيمة الواي 5، تحط f 3 يطلع 5، تحط f 4 يطلع 5. فبتجي تمثلها على مثلا خط مستقيم ايه؟ افقي. تجي هنا، يبقى انت كل شغلك على اي محور؟ على محور اللي هو واي. وليكن هنا الخمسه كده تعمل خط مستقيم، يبقى ده الداله هين، ده الداله الثالثه. اوكي، طبعا مجالها ومداها بيكون ايه؟ ار. اوكي، في داله عندي تانيه، خش على الداله التانيه كده سيدي الفاضل. الداله الثانيه اللي هي الداله التربيعيه، الدالة التربيعية تطلع حوار كبير يعني. اوكي، الدالة التربيعية طبعا بتعرف انها من الدرجة التانية، f of x يساوي x تربيع. ممكن يقول لك بقى x تربيع زائد واحد ناقص واحد، ده x ناقص واحد كله تربيع داخل قوس، ده بتعرفه في درس تاني اسمه التحويلات الهندسية. ال f of x دائما بتاخد حرف اليو، الرسم بتاعها حرف اليو، عشان ما تنساش كده حرف اليو، تذكر كده حرف اليو، يبقى دالة تربيعية. اوكي، لو انا عندي مثلا اف اكس بيساوي اكس تربيع، تجي تمثلها، بتمثلها كده، تجي من عند هنا نص تقاطع ويطلع هنا حرف زي حرف مين؟ حرف اليو. اوكي، دي رسمة الدالة التربيعية. اوكي، في عندي دالة اخرى، ايه هي الدالة الاخرى اللي ممكن تقابلك في المنهج بتاعك؟ احنا بنتكلم على الدوال اللي ممكن تقابلك في المنهج، اللي هي يا سيد الفاضل الدالة التكعيبية. الدالة التكعيبية، قال لك الدالة التكعيبية دي الدالة متماثلة لمين؟ بالنسبة لنقطة الأصل. الدالة التكعيبية طبعا ال f of x بيساوي اللي هو مين؟ ال x تكعيب. الرسمة بتاعها عشان ما تنساهاش بتكون بهذا الشكل. اوكي، ده مين؟ دي رسمة الدالة التكعيبية. اوكي، في دالة اخرى من الدوال الرئيسية اللي هي ممكن ان شاء الله سبحانه وتعالى تتعدى عليك المنهج، اللي هي بيسموها دالة القيمة المطلقة. دالة القيمة المطلقة، طبعا احنا عارفين دالة القيمة المطلقة اللي هي ال f of x على سبيل المثال بيساوي ال absolute value او المعيار اللي هو ده القيمة المطلقة. وطبعا المعيار له تعريفين، f of x لو بتساوي معيار يبقى لها قيمتين، مرة سالب x ومرة موجب x. امتى سالب x؟ اما ال x اقل من الصفر، وهنا اكبر من مين؟ من اكبر من او يساوي، متنساش اكبر من او يساوي الايه؟ الصفر. لو انا عندي سالب 5 معيار سالب 5 دايما بيطلع ايه؟ بيطلع موجب. اوكي، ومعيار الصفر دايما بيطلع ايه؟ بيطلع صفر، وهكذا. طبعا
منحناها بياخد حرف البي، او الرسم بتاعها بياخد حرف البي، يعني عدد تدرج الكلمه المطلقه بياخد دائما حرف مين؟ حرف البي. دالة مين؟ دالة القيمه المطلقه اللي هي الاف اوف اكس تساوي اللي هو الابسولوت فاليو اوف اكس او معيار الاكس، دائما بتاخد حرف مين؟ حرف البي. نشوف نوع تاني من انواع الدوال اللي هي دالة الجذر التربيعي. دالة الجذر التربيعي اللي هي بتاعها ال f of x تساوي الجذر التربيعي of x. اوكي، ودائما ال x ده هي لازم تكون اكبر منها بتساوي الصفر. اوكي، دي اسمها دالة الجذر التربيعي. لو جت تشوف الرسمة بتاعها بتطلع بهذا الشكل، دي دالة مين؟ الجذر التربيعي. اوكي، في دالة تانية من الدوال برضو المهمة اللي ممكن تقابلك في منهاج، دالة المقلوب. اوكي، لازم اللي هو ال f of x تساوي واحد على x، وهناك شرط مهم جدا ان ال x لا تساوي صفر. x لا تساوي ايه؟ صفر، وبتكون متماثلة بالنسبة لنقطة الأصل. اوكي، بتاخد الربعين، بتاخد الربع الأول وبتاخد الربع اللي هون وبتاخد الربع اللي هو الثالث. دي معظم الدوال تلاقيها موجودة عندك، الدالة الثابتة، وعندك الدالة، في دالة أخيرة، لا عفوا دالة أخيرة برضو موجودة عندك في المنهج اسمها الدالة المحايدة. الدالة المحايدة. اوكي، الدالة المحايدة تمر الدالة المحايدة اللي هي بجميع النقاط ال f of x فليكن بيساوي x بجميع النقاط، تمر بجميع النقاط وتكون بهذا الرسم. هتلاقيها بتمر بجميع النقاط. اوكي، دي اسمها الدالة هي الدالة المحايدة. يكون عندي مثلا نقطة احداثياتها مثلا ايه وايه، هتلاقيها بتمر بجميع النقاط اللي هي الدالة مين؟ الدالة المحايدة. اوكي، تعالى بس اقول لك حاجة جميلة جدا للناس اللي هي بتدرس الانجليش او الماث. الدالة الرئيسية اسمها الـ parent function، اسمها الدالة الرئيسية أو الدالة الأم. الدالة الثابتة اسمها الـ constant function، دي الدالة الثابتة. أوكي، الدالة المحايدة اسمها identify. اوكي، او identity، function اسمها الدالة المحايدة. الدالة التربيعية اسمها quadratic وبعد كده عندي حاجة اسمها الدالة التكعبية اللي اسمها كيوبيك. وعندي بعد كده دالة الجذر التربيعي اسمها سكوير روت فانكشن. اوكي، ودالة المألوف اسمها اللي هي ريسيبروكال. وبعد كده دالة القيمة المطلقة اللي اسمها الـ absolute value. اوكي، وطبعا في بعض الحاجات التانية ان شاء الله اللي ممكن لو لها علاقة بالدروس الباقية بقول لك على المصطلحات للناس اللي هي بتدرس ايه ماث من باب الدالة على الخير كفاعلة. شكرا لكم، ما تنسى الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.